وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس إيدو فرانس جون بول يرميس في مقابلة مع مراسلنا إن الصين تلعب دورا هاما على الساحة الدولية وخاصة الساحة الاقتصادية. قال جون بول يرمس إن غرفة التجارة والصناعة بباريس إيل دو فرانس باعتبارها أكبر منظمة في فرنسا وأوروبا تولي اهتماما بالغا للتعاملات التجارية مع الشركات الصينية وتأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بمناسبة هذه الفترة الجديدة. وفي تقرير غرفة التجارة والصناعة بباريس إيل دو فرانس كان تغيير التفكير وتسريع النمو مدرجا في قائمة الأهداف العامة وهي متشابهة للمواضيع الرئيسية لقمة مجموعة العشرين. إن الصينية الدولة الرئيسة لقمة مجموعة العشرين هذا العام، وقد أعربت عدة دول في قمة مجموعة العشرين عن أملها في رؤية المساهمات الصينية، وتعد الصين حاليا اقتصادا حيويا لديها حقوق وواجبات في طرح الاقتراحات والأفكار. إن الاقتصاد الصيني ليس مهما جدا بالنسبة للشعب الصيني فحسب، بل هو مهم أيضا بالنسبة للعالم أجمع. عندما تحدث عن توقعات نتائج القمة قال فيرمس إن غرفة التجارة والصناعة لمنطقة باريس إيل دو فرانس تلتزم بتعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم منذ فترة طويلة، فهي تود أن ترى أن تكون نتائج قمة مجموعة العشرين قابلة للتطبيق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتوفير مزيد من المجالات والفرص لتنميتها. في تبادلنا الثنائي كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب دورا مهما، ويمكن لمجموعة العشرين أن توفر إطارا يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالصين وفرنسا ودول أوروبية أخرى تقوم بتبادلات تجارية أكثر فعالية. أود أن أشكر أصدقائنا الصينيين، عاشت الصداقة الفرنسية الصينية.